سيارتين واقفات كانت اثنين، واحده انسحبت والثانيه انفجر، طلعت النار منها من جام انفجرت راسا السياره الثانيه، والثانيه هم مفخخه بس شرد بيها طفر. Everybody just wait. You're going to get plenty of time. We'll have a statement here in just a minute. سيارة مفخخة كانت يمكن احتمال واقفة يعني هي بالتشيك بوينت وتفجر. طيب عدد السيارات كنت أقف ضمن الطابور اللي يدخل إلى قصر المؤتمرات، وكان فدلاين طويل من السيارات موجود ضمن المنطقة، حتى أي سيارة يتم تفتيشها حتى تدخل داخل المنطقة الخضراء، وكان سيارات كثيرة موجودة. وبهالأثناء كانت سيارة ضمن الطابور موجودة، فما نحس إلا أنه حدث انفجار قوي.